في بانكوك أطلق آلاف المتظاهرين ما أسموه المعركة النهائية عبر تظاهرات ضد الحكومة المؤقتة، ما أوقع عددا من الجرحى في اقتحام فاشل لأحد مقار الشرطة. ويصر المتظاهرون على إقالة الحكومة التي أضعفتها إقالة رئيسة الوزراء يانغليك شيناواترا من قبل المجلس الدستوري. ويعتبر المتظاهرون أن النظام ينخره الفساد بسبب سنوات من الحكومات المؤيدة لتكسين شيناواترا شقيق يانغليك التي أقيلت يوم الأربعاء. وتوجه المتظاهرون إلى مبنى التلفزيون الرسمي. سننام هنا حتى ننتصر، وقد أكدت للشرطة أننا لن نقتحم المقر ولن نستخدم العنف. وفي الجهة المقابلة تجمع آلاف المؤيدين لرئيسة الوزراء المقالة متوجهين إلى العاصمة بنكوك للتظاهر يوم غد السبت.